ناخد الاستاذ ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين. صباح الخير على حضرتك استاذ ممدوح. صباح الخير يا استاذه اسماء. اهلا بحضرتك يا فندم. اكيد طبعا الفيديو ده وصل لحضرتك زي ما وصل لكتير جدا من الناس وحضرتك شفته. وصل لينا وشفناه وتفاعلنا معاه وخدنا اجراءات مطلوبه. طب الاجراءات انه هذا الشخص اللي هو مصطفى بلطجي في المنطقه ملوش علاقه بوزاره التموين صح؟ صحيح. طيب ايه اللي يخلي يا فندم مدير مكتب التموين والموظفين يسيبوا بلطجي يبقى معاه المفتاح والقفل والبوابه وهو اللي يقف في وش الناس؟ لا حضرتك يا استاذه اسماء دي عماره سكنيه، مكتب التموين له فيها مكتب. عشان بس الامور تبقى واضحه، المكان كله ده مش مكتب تموين ولا ده باب المكتب، دي عماره سكنيه موجوده. ازاي مش ده الباب اللي بيدخل على المكتب؟ لا يا فندم، هقول لحضرتك ده مش الباب اللي بيدخل على المكتب ازاي؟ هقول لحضرتك دي عماره سكنيه لنا فيها شقه او مديريه التموين لها فيها شقه كمكتب تموين. الباب باب سكان. ايوه يا فندم، حضراتكم موظفين التموين بيدخلوا مكتب التموين من انهي باب؟ اكمل حضرتك بس. ده الباب الرئيسي، احنا شقه جوه لينا مدخل ولينا باب داخل العماره. كويس. يعني مش ده الباب الرئيسي بتاعنا يا استاذه، ده الباب المشترك ما بين مكتب التموين وما بين الشقق اللي موجوده في العماره. تمام. وده راجل موجود متولي امر المكان، موجود في المكان الله اعلم. زي ما قال مصور الفيديو امبارح ان هو قاعد يا استاذ ممدوح، ممكن حضرتك بس حضرتك استاذنك ترد عليا بعد اذنك. الموظفين اللي موجودين في المكتب بيدخلوا العماره دي من انهي باب؟ من الباب الرئيسي اللي هو ماسكه عليه الجنزير ولا في باب تاني؟ اللي هو عليه الجنزير. طب هما ازاي ما حضرتك مكتب التموين ده ليه سلطه على العماره اللي هو ليه شقه فيها؟ يا استاذه ده بواب العماره، ده متولي امر. ايوه يا فندم، يعني موظفين مكتب التموين اللي عند حضرتك قبلوا ان هم يتحبسوا جوه والمواطنين يتضربوا بالجنزير؟ استاذه يا استاذه بعد اذنك عاوزين نناقش الموضوع بمنتهى الامانه. احنا ما انا يا فندم بسال حضرتك في باب تاني قلت لي لا. طيب ما هو بيخش من الباب يعني. طب يا فندم حضرتك انا يا استاذه اسماء ده مش ده الباب اللي بالكنا الوحيد. تمام. ومش موظفين مكتب التموين اللي اعطوا له ولايه على مكانهم ان هو يقفل الباب ولا اعطوا له ولايه على السكان كلهم ان هو يقفل عليهم. خلينا نتكلم بمنطقيه. هل مكتب التموين هو اللي مولي هذا البني ادم على المكان علشان خاطر يعمل في الناس ده؟ لا طبعا، ولو ده موجود لازم يتحاسبوا كلهم. طيب نحن لا نختلف على المنطق. طب يا هل مكتب التموين يا فندم المفروض يسيب الناس على الشباك بالمنظر ده؟ يا استاذه ده موضوع تاني نناقشه بقى. هل لا ما انا بسال حضرتك. مكتب التموين جيده؟ بالطبع لا. هل حال المكاتب التموينيه جيد لتقديم الخدمه؟ بالتاكيد في قصور كثير جدا. هل المنظر اللي شفناه على الشباك ده من الناس واقفه ترفع ايديها بهذه الطريقه مقبول؟ بالطبع الامر غير مقبول. انا معاكي في كل هذه الامور. جيد جدا، يبقى احنا متفقين يا استاذ رمضان. طبعا متفقين ان في مكاتب لازم تتعمل كمكاتب خدمه واحنا شغالين عليها تؤدي الخدمات للمواطن. مش طيب. عشان الفيديو ده موجود احنا بنقول هذا مش الكلام. عشان الفيديو والله يا استاذ رمضان، لانه دايما الناس بتشتكي من موضوع السيستم البطاقات. حضرتك اكتر واحد يا استاذ ممدوح، حضرتك اكتر واحد عارف يا فندم انه الموظفين القائمين على مكاتب التموين وتحية كبيره جدا لكل الموظفين، بس معظمهم لا يؤدي دوره. بالتاكيد كلام حضرتك جزء كبير منه صحيح، وده امر نتكلم فيه. احنا بنتكلم دلوقتي في الشكل العام وفي المكان وفي بيئه العمل اللي بتقدم الخدمه. السيستم موجود والاجراءات وفي مشاكل، في مشاكل وبنصلحها، ده امر مختلف تحت امرك يا استاذ اسماء. يعني يا استاذ ممدوح حضرتك عارف ان احنا عايزين المصلحه في الاخر، وزاره التموين بتعمل مجهود، الدوله بتعمل مجهود، هناك دعم جيد يقدم للمواطن، لكن المواطن لا يحصل على البطاقه بتاعته عشان ياخد الدعم اللي الدوله عايزه تديهوله عشان يخفف الاعباء المعيشيه عليه، والنتيجه ان هم بيقفوا طوابير كده. بلاش برضه حضرتك علشان خاطر تكون موضوعيه، بلاش العموم في انا ما بتكلمش على انا موضوعيه يا استاذ ممدوح. حضرتك لو تابعت الناس هتلاقي معظم الناس عندها شكاوي من مكاتب التموين وبطاقات متاخره. الهوا مع حضرتك، اديني فرصه ارد عليكي. اتفضل يا فندم، اتفضل حضرتك رد. مش كل الناس يا استاذ اسماء عندها مشاكل، احنا بنقول ان في مشاكل وبنصورها. حضرتك المليون وستة من عشرة، 1.6 مليون بطاقه اللي اتوزعوا في 8 شهور دول، هل دول مش مشاكل واتحلت والناس حست بيها؟ هل أكيد. الفساد اللي موجود اللي احنا بنكشفه كل يوم والاجهزه الرقابيه اللي بتكشفه كل يوم، بطايق مركونه في المكاتب وفي الخزاين وبيتم استخدامها، ده مش فساد احنا بنحاول نعالجه؟ طبعا. مش دي بطايق المفروض تروح للناس؟
طبعا. شوفي يا استاذ اسماء، احنا جهه اداريه من مصلحتنا او من مصلحه العمل ان كل حاجه تروح للمواطن. بالتاكيد انا متاكده من ده. ما بنستقطعش حاجه من جسمنا، ما بنستقطعش حاجه من فلوسنا الشخصيه بنديها للناس، ده حق طالع للناس من الدوله. كويس. كون الخدمه فيها مشاكل احنا بنحاول نعالج هذه المشاكل. حضرتك شفتي اللي حصل في اسكندريه والبطاقات المضبوطه طبعا، وزيها في مكاتب كثيره، والنيابه العامه بتحقق في مثل هذه المشاكل وفي مثل هذا الفساد، واحنا بنحاول ان احنا نوفر كل المعلومات للاجهزه الرقابيه عشان تكشفها، لان احنا بنشوف مواطن بيعاني بسبب عدم حصوله على البطاقه. صح. وبنبص على الشركات نلاقي الشركات ما عندهاش اي تاخير في اصدار البطاقات. امال البطاقات دي راحت فين؟ راحت في الطريق يا استاذه، ما وصلتش في الطريق يا استاذه اسماء للناس. عشان كده احنا صوبنا الامور وبنحاول نخلي العنصر البشري وجوده في منظومه استخراج البطاقات التموينيه تكاد تكون معدومه جدا. لو بصينا على الشباك اللي موجود في الفيديو هنلاقي 20 30 اقل كتير من المواطنين. كان الاول حضرتك الرقم او العدد اللي كان موجود قدام مكتب التموين كان اضعاف هذا المنظر اللي انت بتشوفه. الامور هتتحسن. المنظومه اللي موجوده الرقابه الاداريه مشكوره واقفه في منتصف هذه المنظومه بتراقب كل الخدمات اللي موجوده فيها علشان خاطر تكون رقيب علينا وتكون رقيب على الاجهزه اللي بتادي الخدمه للمواطن. بنعد ان الامور هتتحسن. بنقول المنظومه الجديده زي ما قلت لحضرتك التتبع فيها برقم التليفون من خلال المواطن ومن خلال السيستم، لن يتم طبع الرقم السري مع البطاقه علشان خاطر ما تسرقش في الطريق وتروح. هيتبعت برساله حضرتك قلت لنا قبل كده. هيتبعت برساله. كل هذه الامور من اجل تصويب العمل. احنا ضد اي ممارسه. طب اخيرا طمن الناس بعد اذنك يا استاذ ممدوح، فرصه استغلها وحضرتك معانا على موضوع الخبز، نقاط الخبز. ابرز اشاعه على الوزاره ان الوزاره هتصرف هتوقف صرف نقاط الخبز بعد 4 شهور. الاشاعه دي يا استاذه اسماء متجدده ملزمانه من سنه، كل شهر بتطلع هذه الاشاعه ان احنا هنوقف صرف نقاط الخبز. والارض يا استاذه اسماء نقاط الخبز موجوده، الارض ما بتكذبش، نقاط الخبز موجوده لن يتم الاقتراب منها. كل هذه الاشاعات لا اساس لها من الصحه. حضرتك مواطنه لك حصه من الخبز، بتشتري اللي تشتريه واللي بيتوفر ده حقك ان انت تستبدليه في شكل نقاط وفي شكل سلع في نهايه الشهر. لن يتم الاقتراب لاي حق مكتسب من حقوق المواطن. تمام. انا بشكر حضرتك جدا وبشكرك على سعه صدرك واستجابتك، واحنا شفنا رد وزاره التموين والمتحدث الرسمي باسم وزاره التموين الاستاذ ممدوح رمضان، قال احنا لا نتهاون، وهم بيعترفوا ان هناك قصور وهناك ازمه وشغالين مع الرقابه الاداريه للقضاء على الفساد بيحاولوا يحلوا مشاكل اكبر قدر من يعني المشاكل اللي موجوده نتيجه للازمات المتراكمه. وكمان اعتقد انه طمن الناس على موضوع العيش والخبز ونقاط الخبز.